تتواصل على مستوى التنسيقية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالبيض عملية سحب استمارات التوقيع الفردية من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات المجالس البلدية والولائية في ظروف حسنة، بحيث أوفرت للعملية كل الوسائل الضرورية لذلك. العرش بالرمضان. بخصوص عملية سحب استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية، فإن العملية انطلقت في ظروف جد حسنة. تقدم للمندوبية الولائية لحد الساعة مجموع 6 أحزاب سياسية وقائمة حرة قامت بسحب الاستمارات الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، والعملية متواصلة لحد الساعة في ظروف جد حسنة، ونحن ننتظر العملية لأنها تنتهي 50 يوم قبل يوم الاقتراع. الوثائق الانتخابية متوفرة، العامل البشري متوفر، نحن ننتظر في الأحزاب السياسية.